نذر شخص أن يذبح كبش وعينه، فمات الكبش المعين دون تفريط منه، فهل يلزمه مات؟ ذلك؟ نعم، فهل يلزمه ذلك؟ إذا عين الإنسان الأضحية عينه ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة، يعني قد نذر أضحية فعليه أن يوفي بنذره. أما إذا كانت قد لم تجب إلا بالتعيين ثم ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه.